يوم هو اليوم 27، بدل ما نقرش واحد ونحاول نوصله وفلة في 30 يوم زي ما شفتوا يا شباب. حلقنا نعيما، الله يسعدكم، الله ينعم عليكم. فايش رايكم؟ تبغوا كذا ولا يكون متي ولا مع الكاب وسوي كذا؟ فزلنا معنا، احنا نسوي اخر اشتراك، والحين احنا رايحين نحجز عشان باصات عشان نقدر نروح العقبة. 30 دقيقة ماشي عشان نقدر نروح العقبة بكرة، بعدين نروح ابو ظبي. فيا رب يا رب توفيقكم، وان شاء الله القش هذا واصل لابو فلة. في ناس يسألوني ايش راح تاخذ معاك يعني بالشنطة، شنطة بس تكون 7 كيلو. راح اخذ الملابس اللي كانت معي من اول السلسلة اللي بدأت فيها زي ما شفتوا، وهذا الطقم نفسه وكل شيء كذا. باخذ اغراض يعني مثلا شاحن، اشياء احتاجها وزي كذا، فهمتوا؟ واذا في طريقه اذا مثلا ال 7 كيلو صارت عاليه، صارت 8 ما تقدر تدخل، ايش تروح تسوي؟ تروح تلبس ملابس، تلبس 3-4 بلايز عشان ينقص الوزن. والله قريش ترى جربوه، بس اذا صار شيء مع امي دخنها. كيلو ونص 20 دقيقه، تخيل اقدر اروح بالسياره 3 دقائق او ما ادري كيف، بس ما راح ادفع فلوس، لازم اوفر عشان اقدر اعيش بدبي، غير كذا مستحيل نعيش. ايش عندهم؟ كل اللي حط لايك واشتراك كل واحد يقدر ياخذ حبه بس. مين صاحب المحل؟ كنت بدي اسالك اذا مثلا بضبط اصور على هذا خاص يا ذكر. طيب لم تضبطوا معنا. يا فاذا حابين مثلا اسوي لكم اعلان على اليوتيوب يعني بعد الساعه 10. والله يعطيك العافية. رايح كان وصلت الحين واشتفعت دفعت كل شيء. الله يهديكم، الله يهديكم. بسم الله. احنا يا عيال بعد 20 دقيقة مشي. اسمح لي بدي اطلع من العبدلي على العقبة الساعة 9 بكرة. 20 دقيقة. جزنا وخليني اقول لكم يا عيال، الحين انا لما اسافر انا ما راح امنتج ولا راح اسوي الثمبنيلات وزي كذا، فراح تشوف انه يتغير ان شاء الله. يعجبكم كل شيء ويا لا تنسى لايك واشتراك. طيب يلا يلا الحين 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 الحمد لله. موجود هون المانجر؟ وين موجود؟ انت مانجر؟ اوكي. انا يوتيوبر تمام، سلسله في يوتيوب، ببدا من قرش واحد. هذا القرش لازم اوصل ابو فلع 30 يوم. فانا الحين بسوي اعلانات لمطاعم ومحلات زي كذا، صرت عند الاكيل سكوب لو ودردار وكثير. فمثلا اذا بظبط هنا اسوي اعلان او شيء زي كذا. كيف بدك؟ شو بدك؟ اعلان باليوتيوب وبكون بالانستغرام. فهمت؟ ايش بدك تبلش؟ من وين بدك تصور؟ لا ما عليك، انا كل حاجه انا مخطط انا بعرف اسوي، اذا تبغى اوريك يعني كيف. لا ما انا في شغلات ممكن اخليك تصور عادي. اوكي عادي ما عندك مشكله، عشان كذا انت قول لي خارجي كذا. ايوه لا الناس واشياء وزي كذا، مثلا احد طلع بالغلط او شيء زي كذا بعد اعيد. انا فاهم اكيد يعني. ايوه ايوه اكيد فاهم. يعني فاهم ايوه. ما عندك مشكله؟ ما تبغى الحين ابدا؟ بس خلنا نضبط. خلاص اوكي تمام، خذ راحتك استناك. بس تسلم. والله ما ادري، انتوا اسمع تبغوني اجرب شيء من عندكم صح؟ إيه؟ فانت اعطوني الاشياء اللي تبغوني اجربها، انتوا الاشياء ايش تبغى توريني للمتابع؟ انت اعطيني اياها تمام؟ اوكي يلا يعطيك العافيه. فخلينا نجرب هذه زي ما تشوف كيف شكلها. فنقول بسم الله. بيري ريزبيري توت اسود. كل حاجه حرفيا، كل انواع التوت. هذه حلوه. هذه يجيها كذا بالشوكة. شوف ناخذ الشوكة. يا ولد يا ولد والله. توتة 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 خلاص راح توتة. شوكولاتة وحليب، والله مرة بارد. أحلى شيء تشرب بارد. دايم والله يعطيهم العافية. قبل شوية هو كان المفروض يكون إعلان تمام، بس إنه ما أعطوني الفلوس فما صار إعلان، بس إنه أجربت أكل من عندهم. فكان الأكل حلو يعني.
اول مره اخيرا بدون اعلانات. شوف والله عارف اني طفشتكم بالاعلانات، بس هذا اكثر شيء يجيب لي فلوس في الاردن، لانه ما في شيء ثاني يجيب لي فلوس بالاردن، يعني هذا اكثر شيء اقدر اطلع منه فلوس، فهمتوا؟ فعشان اقدر اسافر، عشان اقدر اعيش هناك، اذا ما قدرت اجمع فلوس وين راح اعيش؟ قاعد الفلف، قاعد ادور لي شيء اخذ معي للسفر. فايب بعد ما خلصت الاعلان بنروح مكان اسمه ام اذينه، ما ادري ايش بنسوي هناك، بس يلا فخم نسال بصير الاعلان ولا تخيل يوافقوا. اسعد بدي اسالك، صاحب المحل موجود هون؟ لا، او المانجر؟ لا، ما في احد. شباب طلع في نبيذ هو مخدرات في سكر، اعوذ بالله الزبنه. ثاني نسال سوي اعلانات وحركات نشوف. السلام عليكم، بدي اسالك موجود هون صاحب المحل او المانجر؟ ليش؟ بدي اسال اذا بزبط اسوي اعلان، يعني شكل فخم صح، ممكن اطلع فلوس. ساعة وانا معاهم مدري ايش اسوي لكم مدري ايش، بالاخير ما يبغوا، ضيعت ساعة من حياتي وخلص ام شحن جوالي، فما ادري ايش السالفة، اتوقع اني حقفل المقطع خلاص لانه الجوال حيخلي حيطفي وخلاص بكرة اصلا رايح، فاتوقع خلاص. يعطيكم العافية على المشاهدة وشكرا لكم، ونشوفكم مقطع ثاني ولا تنسوا لكم الاشتراك، نشوفكم بكرة، السلام عليكم.